شايفه انا دا شايفه. يا سلام على هاللقطه مقروعه، اكيد المخرج مصورها بالجيم جيب من زاويه وبالكريم من زاويه تانية. لا حبيبي لا، سلامه نظرك، هي متاخده باربع كاميرات وبعدين مقطعه بالمونتاج. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ مستحيل هيك لقطه تتاخذ بكاميرات ثابته. ولو يا ندى، انت مخرجه مو لازم تفوتك هيك شغلات. روحي، لاني مخرجه ما لازم تناقشني، بعدين انا عم بعطيك الخلاصه. عم تعطيني الخلاصه؟ شو يعني ما عاد حدا يفهم بالاخراج غيرك؟ اي يمكن انا لما بديت مثل قدام الكاميرا لاول مره يمكن كنت انت لساتك بالحضانه او عم تلعبي بالبيضه والحجر. حسام الله يرضى عليك، لا تحاول تستفزني ولا تتعدى على اختصاص غيرك، يعني قد ما كانت خبرتك كممثل واسعه هذا الشيء ما بيأهلك ابدا انك تشرح الاعمال الفنيه من وجهه نظر اخراجيه. بقى الله يوفقك، اذا بتريد اترك هاي المسائل اهل الاختصاص بيكون احسن. شو هالحكي؟ وانت هلا ما شاء الله كان حولك من اهل الاختصاص؟ ما بعرف والله. شو رايك انت؟ لا تكون حضرتك نسيان انه انا دارسه 6 سنين اخراج باوكرانيا ومعي شهاده قد الحيط، ولا لتكون كمان مالك معترف بخبرتي الاخراجيه خلال 5 سنين اشتغلتهم بالفن. دخيلك انت وهالشهاده اللي ناتعتيها. ليش فكرك مين ما درس اخراج برا صار مخرج؟ اي مرحبا اوكرانيا. شو قصدك؟ شو قصدك؟ يعني معلش لا تزعلي مني، انت مع احترامي لشخصك الكريم مالك موهوبه بالاخراج ابدا. وحتى اكون منطقي معك، يعني اخراجك نص كم، مو كل هالقد. ها؟ ليش شبه اخراجي استاذ حسام لحتى ارفع منه كل هالقد؟ ما بوشي، على سلامته حبيبتي، بس عدم المؤاخذه، اسمحي لي يعني. حركة الكاميرا عندك روتينية ومكشوفة والإيقاع بطيء لدرجة الملل، يعني إذا الممثل ساكن بالطابق 12 بتضلي لحقتي بالكاميرا من تم البناية هيك لحتى يوصل لبيته. لا والمصورين بيقروا آية الكرسي حتى ما يخطروا ببالك وتستفقديهم بالشغل معك، ومعظمهم بيعتذر منك وما بده هالرزقة. طيب نحن ليش لحتى نروح بعيد؟ هاي هشام، هشام ليش اعتذرت بالشغل مع ندى بسهرت في بيتنا حمار؟ مشغول الزلمه ماله فاضي، بس هذا هو الواقع.